راتب، الحمد لله على السلامة. تقبرني الله يسلمك. بس أنا زعلانة منك كتير. يا باطل، ليش؟ ما بدك تبعد عن المشاكل يا راتب، بيصير هيك؟ الله وكيلك لما صارت الخناقة، ما كنت متوقع إنه توصل للكركون. ولأمتى بدك تضلك فايت طالع من هالكركون؟ لك نحن مخطوبين وعلى وش جواز. يا ليلى، أبو النار صاحبي وقع بمشكلة، والصاحب له على الصاحب، ما فيني أتركه. والله بفهمك، وبعرف إنه شهامتك ما بتسمح لك تترك رفيقك، بس كمان أنا إلي حق عليك، بخاف عليك، يعني مو معقول تغيب وغيابك ما يكون لصالحك. طولي بالك هدينا. روقي، اللي بدك اياه بصير. ما بدك تشربينا قهوة؟ القهوة مسكرة، بس مندبرها هون، تفضل. هلا ما زالوا جاب البارودة، ما بدنا حكي عنده. بس سعدو ماله ساكت يا زعيم. شيخي، انت روح لعنده وانا بعدين بشوفه وبطيب خاطره. الله يهون ويهدي البال. امين يا رب، امين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.